عليكم. اليوم وياكم فاطمة، واليوم راح نسوي تحدي الشيبس الحار. اول شي هسا راح اروح اجيب الشيبس وارجع. نسيت اقول لكم عن الوقت، خليت وقت دقيقتين. هسا اني جبت هذا الشيبس، خليني افتحه. كلش حار مبلع عليا، احمر. هسا اني راح ابدا اكله، بس خلي اعلق الوقت. اول شي هذا الموبايل، هسا راح اخلي الوقت. هسا اني راح اشغله. هسا اني شغلته، خليني ابدا بسرعه. راح اطلع نار مثل التنين. خلص هذا هسه. راح يخلص الوقت. هذا مقعد شبس قليل كلش، صحيح؟ نص ونص يعني، مو ولا قليل ولا هو يعني. لينا وصلنا لنهاية الفيديو، أهم شي لا تنسوا اللايك وتشتركوا في القناة، وباي باي.